اهلا بحضراتكم مره ثانيه، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله. وفي بدايه هذا اللقاء نرحب بضيفنا في استوديو الاهلي الليله وعلى شاشه قناه النادي الاهلي، الكابتن احمد سامي المدير الفني سابقا لفريق طلائع الجيش ونجم النادي الاهلي سابقا. مساء الخير يا كابتن احمد واهلا بك. وانا مبسوط اني معاك. ربنا يخليك، سعداء بوجودك معانا النهارده. خلينا نبدا باخر مباراه خاضها النادي الاهلي والفوز بخماسيه على فريق اسوان على ملعبه، وفي ظروف يومها الطقس كان صعب، درجه الحراره عاليه جدا. شايف اداء الفريق في مباراه اسوان ازاي؟ بص، هي مش اسوان بس، يعني ارجع برضو الماتش اللي قبله والماتش اللي قبله، انتاج الحربي وسموح والسوبر كمان ويعني كل ده تلاقي نسبه التهديف عاليه، وده بيدل ان يعني النواحي التكتيكيه الهجوميه مختلفه شويه ومختلفه اختلاف كل جزء عن السنه اللي فاتت، وده طبعا ده شغل مدرب. هي اللعيبه كانت السنه اللي فاتت هي موجوده مع المدرب اللي فات لسارتي، ما كانش بتشوف الاداء ده المميز ده. كده الاهلي بيكسب، بس ما كانش الناس عندها ثقه كبيره في المدرب، لان اداء الاهلي كان في عدم اتزان كبير جدا السنه اللي فاتت. حتى يعني النجوم، حتى الاستقدامات اللي جت في شهر واحد كانت شغاله انديفيدوال، يعني شغل فردي في الملعب. رمضان صبحي شغال فردي، حسين الشحات شغال فردي. لا، دلوقتي الموضوع مختلف، فالجماعيه بتاعت نادي الاهلي رجعت تاني، والاداء اللي بيدي ثقه لاي حد بيتفرج على الفرقه ويستمتع بالاداء، التحركات الجماعيه للفرقه ادت ثقه للناس وادت ثقه للاداره وادت ثقه للجماهير كلها ان الاهلي ماشي بخطى كويس. وخلي بالك الاداء الجماعي ده هو اللي عامل القوه التهديفيه الكبيره للاهلي الفتره السابقه. ودايما بتبص على نادي الاهلي مع اي فرقه بيلعبها ان هو دايما موجود في نص ملعب الخصم على طول، ما تلاقيش الهجمات الخطره اللي كانت موجوده زمان وكنت تحط ايدك على قلبك، لان كان في مشاكل كبيره في النواحي التكتيكيه والتحركات ووظائف اللعيبه والشغل الجماعي. كان في مشكله، في تشك في الشغل الجماعي، وكان النادي الاهلي مش متعود على ده. هو النادي الاهلي ميزته بغض النظر عن الافراد هي عاليه او رخيصه، هي المشكله في ايه؟ في كواليتي اللعيبه كان عالي، بس ما كانش فيه جماعيه، كانت مفقوده. فعشان كده كان الاهلي فاقد قوه كبيره قوي، ما كانش عنده تيم ورك في الملعب. تيم ورك هو الكوره، يعني انت اي فرقه بتشتغل معتمده على نجم او نجمين او ثلاثه هي فقيره فنيا بغض النظر عن اسامي الانديه، لكن الشغل الجماعي هو كان ميزه النادي الاهلي طول عمره، عشان كده تلاقيه دايما بياخد بطولات. لو الميزه دي بتروح من النادي الاهلي هتلاقي الشكل مختلف، وهتلاقي في عدم اتزان، وهتلاقي دايما النهارده النجم اللي انت بتعتمد عليه او النجمين مزاجهم حلو هتلاقي الفرقه حلوه، مزاجهم وحش فانت معرض، انت موجود تحت يعني مرتبط بمستوى النجم في المباراه، مستوى النجم ومزاج النجم. خلي بالك انت برضو هي موضوع مش مستواه، ممكن مستواه كويس ومزاجه وحش، حالته هو في مباراه. انت لما بتشغل الشكل الجماعي كلها تروس في بعض، حتى لو النجم ده طلع ونزل واحد اقل منه حتى من النواحي المهاريه بتلاقيه دخل في المكنه، فما تلاقيش تشك في الاداء. لكن النجم ده لما تلاقيه حصل له مشكله انت معتمد عليه، لانك انت كمدير فني لو اعتمدت على واحد او اتنين انت تبقى ما عندكش شغل، ما عندكش شغل. ونادي الاهلي لازم اللي بيمسكه او يبقى مدير فني يبقى عنده نواحي من الابداع في النواحي التحركات الجماعيه للعيبه. هل ده بدا المؤشرات دي بدانا نشوفها من اول مباراه، من مباراه الزمالك اول مباراه نتابعها، لان المباراه الاولى الافريقيه ما كانتش مذاعه حتى بعد اذاعتها او تسجيلها واذاعتها في وقت لاحق. يعني شكل التشكيل وخطه الملعب، السيطره الكامله على مباراه السوبر لحد الدقيقه 60 تقريبا من المباراه قبل الظروف طبعا الخاصه بال 30 دقيقه الاخيره، هل بدا يقدم فايلر للناس بشكل مبكر وبشكل مطمئن؟ بص، هو النواحي التكتيكيه الجماعيه عشان تشتغلها ومع كواليتيز لعيبه بتاعت الكلاس ايه بتاع النادي الاهلي هي محتاجه طبعا وقت، بس مش وقت كبير. هو يمكن ماتش السوبر خد وقت 60 في 60، وبعض برضه فترات، يعني انت تقول بعض اجزاء من الماتش اجزاء مش قليله، اجزاء كبيره هي دي اللي ساعدته انه يتقدم التقدم ده. لكن ما كانش موجود ال 90 دقيقه وال 95 دقيقه نفس الاداء. دلوقتي ابتدى بالتدريج تلاقي بيكسب وقت، 60 دقيقه بقت 70 دقيقه بقت 80 دقيقه، هو ده الشغل الفني اللي المدير الفني بيشتغل عليه. وبره كل الشغل كده، يعني انت وقت قد ايه بيبقى 70 دقيقه 75 دقيقه. دلوقتي انت بتتكلم في ماتش اسوان وصلت المرحله ان انت اللي متحكم، عايز تنهي الماتش 4 ولا 5 ولا 6 ولا عايز ترجع عشان جو حر، يعني انت بقى عندك القدره انت تتحكم في مجريات الوقت، ان انا اجيب جون امتى واقف امتى واعطل اللعب امتى.
فانت موضوع ده وصلت لحته كبيره جدا، حته الثقه. اللعيب خلي بالك، اللعيب لما يكون المدرب عنده شغل وبيساعده من ناحيه التكتيكيه والتحركات بين الخطوط، انت بتساعد اللعيب بشكل كبير جدا في مستوى. انت بتشوف رمضان صبحي، رمضان صبحي كان دايما بيستعمل المهاره بتاعته في كل اجزاء الملعب، دلوقتي ما بيستعملش المهاره بتاعته الا اخر حاجه، الاول الشغل الجماعي وبعد كده الفردي، لما خلاص كل الحلول اللي المدرب مديها له التكتيكيه الجماعيه تنتهي قدامه، يبقى قراره هو موقفه ان هو بيطلع سلاحه، وسلاحه هو المهاره، المهاره قدراته الفرديه. وانت بتشوف جون اسوان اللي جابه، هو كان عايز يبصيها فلقى كل المساحات مقفوله، فابتدى المهاره راح مرقص ترقيصه او راوغ مراوغه وراح شايطها جون. فانا عايز اقول لك ان المدرب شغال كويس جدا جدا على النواحي دي، ودي اللي مخليه النادي الاهلي طالع جامد جدا. والناس مبسوطة يا كابتن أحمد من موضوع إن تطوير الجهاز الفني أو فايلر للاعب بقدرات رمضان صبحي. الكل كان بيقول إن رمضان ناقصه فكرة إنه يبقى لاعب هداف مع قدراته البدنية والمهارية دي، وده بدأ يحصل الموسم. الشغل الجماعي هو اللي يخليه يوصل لكده. أنت خلي بالك تشوف ستيرلينج في نادي مانشستر، في المان سيتي، كان في ليفربول مختلف خالص، كان في المنتخب أيام كان ليفربول مختلف خالص، بيلعب شغال انديفيدوال وشغال، لما راح لجوارديولا اشتغل بشكل جماعي بقى من هدافين الدوري الإنجليزي. فالموضوع كله انت بتستعمل المهاره امتى وتوقيت امتى، بس لازم يبقى في رولز. الرولز دي اللي بيحطها المدرب، مجموعه تحركات جماعيه بتبقى واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه لغايه سبعه ثمانيه، كل التحركات دي لما تنتهي ممكن استعمل واحد، ممكن استعمل خمسه قبل واحد، استعمل سته قبل خمسه، كل التحركات التكتيكيه الجماعيه دي لما تخلص انت بتبقى مضطر تطلع المهاره بتاعتك. ما بيطلعش المهاره قبل تحركات المدرب، قبل اللي مطلوب، قبل الرول اللعب اللي ما هو ده يعني. هي دي القصه الكبيره اللي الناس كلها شغاله بيها بره، ان المدربين الكبار يعني. كمان مؤشر كويس انه فايلر من بدايه الموسم سمعنا انه مأكد على اللعيبه وبيكرر التكليف ده في كل مباراه، انه حريص جدا على التزام اللاعبين بتوجيهاته الفنيه وبتكليفاته، مش معتمد على قدراتهم الفرديه بس. دايما التفاصيل الصغيره بره الملعب بتنعكس عليك جوه الملعب. يعني لو مفيش التزام كبير للعيبه في التمرين بالنواحي الخططيه، هتلاقي منعكسه دايما في الماتش، وده اللي كان بيحصل في فترات سابقه. الانضباط التكتيكي، الانضباط التكتيكي ده دايما، ما تقولش ان اللعيب بره الملعب او في التمرين مختلف عن الماتش، تعرف ان المدرب اللي بيقوله ما بيتنفسش او المدرب ما بيقولش حاجه، فاهمني؟ وده اللي كان بيحصل السنه اللي فاتت. طيب بالنسبه لبطوله افريقيا يا كابتن سامي، شايف ازاي فرص الاهلي؟ ما كناش موفقين بسيناريوهات مختلفه، ساعات بنوصل للفاينل ما بنكملش او ما بناخدش البطوله، خرجنا بشكل غير مناسب ومبكر جدا البطوله النسخه اللي فاتت. الناس كانت بتتمنى النادي الاهلي يرجع بتشكيل قوي بخطه لعب، والناس متفائله ان المجموعه الموجوده دلوقتي واداء فايلر وبصماته وجهازه المعاون ممكن تاهلنا للفوز ببطوله افريقيا. شايف فرص الاهلي ايه في البطوله؟ انت عندك الدوري وعندك بطوله افريقيا شغال عليهم وكاس مصر، فانت فايلر ميستو ان هو مفاهم اللعيبه ومديهم افكار لكل اللعيبه ورسائل ان الفرقه دي بتاعتك. مفيش حد في الرف او في التلاجة محطوط وبيروح يتمرن بس وبياخد فلوس. لا، هو موصل الفكره ان كله ممكن يشارك، فكله ممكن يشارك، بقت المستويات متقاربه، فعنده اوضه كبيره بيتحرك فيها، غير لما يكون عنده 11 اوضه صغيره بتحرك فيها او 12 13 لعيب بعتمد عليهم. هو دلوقتي بيعتمد على المقيدين كلهم، القايمه كلها، فعنده اوضه واسعه. وفي نفس الوقت ببعت رسائل للعيبه ان النادي ده بتاعك، الفرقه دي بتاعتك، انت ليك دور، فده كويس جدا يساعدك في بطوله افريقيا. بطوله افريقيا محتاجه لعيبه عندها شخصيه قويه، وفعلا الاهلي يعني النهارده الناس مطمنه ان اللعيبه بقى عندها شخصيه قويه وعندها ثقه في نفسها. يعني عندها ثقه في نفسها، يعني انت بتخيل الاهلي بقى قوي، قوي شخصيته، قوي في قرارات اللعيبه جوه الملعب. الكلام ده موجود. ان بطوله افريقيا انا شايف انها هتبقى بطوله قويه جدا السنه دي، وكل الفرق جاهزه وكل الفرق مستعده. وانت هل احنا فعلا افضل من المواسم اللي فاتت بشكل يدينا فرصه افضل للفوز بالبطوله؟ افضل طبعا، ده بكل تاكيد ان انت افضل من السنه اللي فاتت بمراحل، مش بمرحله واحده، انت بمراحل، ودي تساعدك في بطوله افريقيا ان انت تنافس على البطوله. وخلي بالك الجمهور مش، يعني مش عايز اقول لك، مش هيقبل ان انت ما تاخدش البطوله السنه دي، وكمان بالمستوى بتاع اللعيبه دي. يعني انا شايف ان المدرب مركز، الجهاز الفني مركز، واللعيبه واصله لفورم عاليه وكواليتي عالي جدا من الناحيه الجماعيه، فانا شايف ما عندكش حاجه، هو توفيق ربنا
وتاخد البطوله. اعتمدت في وقت من الاوقات في تجاربك اللي فاتت كمدير فني على فكره تدوير اللاعبين، وان انا اعتمد على القائمه كلها، كل اخلي دايما اللعيبه بتتنافس والاجهز منهم يلعب ولا؟ طبعا. بس طبعا خلي بالك حته تدوير اللعيبه دي ليها مقاييس على حسب رؤيتي، ملهاش قانون، ليها مقاييس وليها انت بتتحرك في مركز او ثلاثه ومركزين دايما او مركزين ثلاثه دايما من النواحي الهجوميه. حته التدوير في النواحي الدفاعيه بتبقى صعبه شويه، لان حته الجون والمساكين والسكين دي بتبقى عمليه هرموني مختلف، عايز خلاص اثبت لو التشكيل ده ماشي كويس، فهتلاقيه دايما هو مضطر يغير في المدافعين، لكن مش هتلاقيه بمزاجه بيقعد. يمكن قعد رامي ربيعه ماتش اسوان، انت برضه في فرق كبير جدا، ماتش يعتبر ضعيف بالنسبه للنادي الاهلي، لكن بيحافظ عليه عشان المرحله الجايه بس. لكن في الغالب انه كلامك يا كابتن احمد ان طريقه ابداع المدير الفني او الاجهزه الفنيه في استغلال بدائل في الملعب بتبقى في نص الملعب وفي الهجوم مش في خط الدفاع. طبعا. دي بكل تاكيد. وخلي بالك حته الرسائل، ان انت النادي بتاعك والفرقه دي بتاعتك وعايزين انت تبقى موجود ومشارك في البطولات دي مهمه جدا من النواحي المعنويه، دي تساعدك كمدرب لو عندك طرق وابداعات في النواحي التحركات، تساعدك ان كله يبقى ما انت ما عندكش قلق. يعني ايه قلق؟ يعني انا النهارده حسين الشحات النهارده انذار موقوف، ايه مشكله لما لعب جيرالدو؟ مش هيبقى قلقان، يعني هتشيل ده هتحط ده، حاسس ان المنتج هو قريب من بعضه، ان عدد اللاعبين الموجودين اللي اقدر استغلهم في المكان ده كلهم على مستوى، هو خلي بالك كل المدربين ما بيقلوش على كل المدربين في العالم بيدوروا على حاجه اسمها الجوده، جوده الاداء. جوده الاداء لو عند المدرب والنتائج متاخره دي بالنسبه له مش هتلاقيه زعلان، هتلاقيه واثق ان خلاص اول ما توفيق ربنا ويجيب اجوان ويكسب هتلاقيه قعد فتره طويله. فحته الجوده كل مدرب بيدور عليها، وانا شايف ان الجوده قربت من النادي الاهلي، قربت من المدرب ان هو اللي بيدور عليها حته جوده الاداء. في ناس كتير بتشوف ان الاهلي كان عنده مشكلات وخلل كبير في الاداء في خطوط او في خطين، الدفاع وخط النص في الفتره اللي فاتت في الجوانب الدفاعيه، في خط النص وفي خط منطقه المساكين. في ناس كتير جدا متفائله انه بعد رجوع رامي ربيعه ووجود ايمن اشرف والتعاقد مع اسمين زي ياسر ابراهيم ومحمود متولي واضافه كبيره زي حمدي فتحي كهاف ديفندر، شايفين ان خلاص الاهلي اصبح له شكل تاني خالص في قوته واستقراره الدفاعي سواء في خط الظهر او في نص الملعب. بص انا ضد الموضوع ده، يعني خلي بالك ان النادي الاهلي حتى في الفترات السابقه اللي كان بيقولوا فيها مشاكل في خط الظهر هي كانت بتفتقد لمدرب. خلي بالك مدرب مدرب النادي الاهلي كواليتي اللعيبه دايما حتى لو في اخفاقات هو كواليتي اللعيب انديفيدوال كافراد هو كويس. ما كانش نادي الاهلي، لان النادي الاهلي لما بيجي يشتري لعيب بيقعد يراقبه 3 شهور وخمس شهور، بيقعد يراقبه فتره كبيره. انا مدرك النادي الاهلي بيشتري ازاي. فحتى المشكله كان ما عندكش مدرب عنده نوع من الابداعات ان يشتغل مع الفرقه ومن نواحي الجماعيه، ودي تحط عليها 30 خط. اصل الموضوع من نواحي الجماعيه هي كلمه بتتقال، لكن آلية التنفيذ حتى الجماعية دي صعبة جدا ومش أي مدرب يعملها. يعني شايف إن كانت المشكلة مش الأفراد، لا مدرب، مشكلة شغل أجهزة مدرب فنية. من أيام كارتيرون كمان المشكلة دي كانت موجودة، كمان نفس مشكلة الديفنس أيام كارتيرون واستمرت أيام لاسارت. كانت ما اتحلتش مشكلات ما اتحلتش. طيب إيه اللي بتتمنى تشوفه بعد البدايات القوية للأهلي الموسم ده يا كابتن أحمد؟ إيه اللي عايزه في الفترة الجاية أو بتطالب بيه الجهاز الفني ونجوم النادي الأهلي؟ لا هو لعيبه الاهلي مش محتاج ان انا اقول لها حاجه، هي بتنفذ وبتعمل اللي عليها وبتقاتل في الملعب. وخلي بالك النادي الاهلي اهدافه واضحه ان هو انت عايز البطولات، بطوله الدوري انت بتاخدها حتى لو انت مش احسن في حالاتك. السنه اللي فاتت انت ما كنتش احسن في حالاتك وكنت بعيد عن الصوره خالص وخدت بطوله الدوري. بطوله الدوري بالنسبه لجمهور الاهلي هي موجوده، لكن هي بطوله افريقيا هي المفروض الهدف اللي بيسعى عليه اللي موجودين دلوقتي وقايمين في نادي الاهلي، سواء اداره سواء جهاز اداري سواء لاعبين، كل العناصر هي هدفها دلوقتي بطوله افريقيا. ما حدش يقول ان الدوري مش هو ده الهدف، لا هو الهدف. بس بطوله افريقيا هتعمل فرق كبير جدا في الجيل ده. هل ممكن نقول انه من المؤشرات الايجابيه كمان ان عدد اللعيبه اللي بداوا ينضموا لاستدعاءات المنتخب وتجمعات منتخبنا الوطني بيزيدوا؟ يعني النهارده بيطلب 6 من نجوم الفريق الاول و4 من نجوم المنتخب من إيه؟ الاولمبي. انت من شايف من ايه؟ من ارتفاع الاداء. ده مؤشر الجماعي. الاداء الجماعي. خلي بالك انا لو مدرب منتخب هدور على مين اللي بينفذ من الناحيه التكتيكيه الجماعيه
بغض النظر عن الاسامي. خلي بالك، لا انا يعني انا من نوعيه المدربين، ماليش دعوه بقى مدرب المنتخب اللي ماسك دلوقتي، انا بكلمك من نوعيه المدربين، بشوف الفرقه التيم وورك كافراد وكجماعيا عاملين ازاي، وانت هتختار منهم بس. طيب خلينا ننقل شويه كلامنا على منتخبنا الوطني الاول بعد المشكلات والانتقادات الكبيره اللي اتواجهت للمنتخب خلال فترتين، خلال فتره كوبر واجيري. شايف فرص المنتخب ازاي في الفتره الجايه، او منتخبنا محتاج ايه في الاختيارات، في طريقه اللعب، ايه التطوير او نوع التطوير اللي محتاجه منتخبنا الاول الكره؟ العدل بس. العدل في الاختيارات بغض النظر عن مين بيلعب بتشيرت ايه. انا لعيب كويس في نادي بنافس على الهبوط اجيبه، انا لعيب في فرقه كبيره ومستواه وحش ومصمم اخده، لا. هو العدل في الاختيارات، والاختيارات دي اللي هتساعدك ان كل اللعيبه اللي في مصر تبقى عندها فكره اللي انا بقولها في نادي الاهلي، طموح برضو اللي هي انهم زي ما هم مع فايلر في الاهلي، المنتخب ده بتاعنا وانا عندي فرصه ايه المانع؟ بيحصل ده ان اللعيب يتظلم؟ لا ما بيحصلش طبعا فترات، لا ان اللعيب يتظلم عشان هو في نادي اسمه مش كبير طبعا، فمهما كان اداؤه كويس ما بيتشافش. طبعا عماد فتحي كان بيلعب في انبي، هيتاخد منتخب لما بيلعب في الاهلي، نفس الفكره هي موجوده في مصر، مع احترامي يعني للجميع، حمدي فتحي مع احترامي للجميع، هي البس تيشيرت الاهلي، البس تيشيرت الزمالك، اروح منتخب مصر. لا، ما في لعيبه كويسه. الكابتن حسن شحاته لما خد جده كان بيلعب فين؟ في الاتحاد، نادي شعبي ونادي كبير برضو جدا. يعني قصدي حته ان انا اوسع الفكره عند اللعيب، هتوسع الفكره عند اللعيبه الطبقه العريضه اللي في مصر، هيبقى عندك قماشه كبيره جدا تختار منها. طيب. لكن هتضيق الحدود، اختار من النادي ده ومن النادي ده بس، لا هتبقى عندك مشكله. مين اللعيبه اللي ما كانتش في منتخب مصر في الفتره اللي فاتت وبتتمنى انهم يبقوا في منتخب مصر، او شايف ان عندهم احقيه يشاركوا في المنتخب ولو مبدئيا من خلال المباريات الوديه؟ انت عندك السلايه ربنا يشفيه، طبعا كان نفسي يبقى موجود في امم افريقيا اللي فات. عندك ادو عبد الله جمعه التاخد، عندك محمد حمدي التاخد بتاع بيراميدز، عندك رامي ربيعه ربنا يسهل ويتاخد لانه من احسن سرد باكات موجوده في مصر اكيد، بغض النظر عن الاصابات لو هو كويس، لا احطه وانا يعني مغمض كده، انا عارف ان رامي ربيعه بقى مطمئن انه في الملعب ده، ولعيب قوي وسريع اللي بنفتقده في سرد باكات مصر. سرد باكات مصر اغلبيتها بطاء، جنبهم مش عالي قوي، ما عندهمش بدايه الهجمه كويسه، يعني ده عنده مواصفات اللعيب اللي انه كمان مصر. عنده مهارات الكوره، لعيب كوره ما طبعًا. بيبدا يهاجم مع الفريق بيعرف يلعب طبعًا. في نص الملعب احيانا في بعض المباريات طبعا. عندك كسبت اهو صلاح محسن، كسبت مصطفى محمد بتاع الزمالك، عندك لعيبه طالعه، وعندك جيل سبعه، الجيل اللي هو بتاع منتخب الاولمبي ده، هو ده اللي هيبقى منتخب مصر. تابعت اللعيبه في الموجوده في كلهم عارفهم طبعا، لان انا كنت بحكم ان انا كنت ماسك فترات فرق السن 97 ده، عارفهم كلهم. في لعيبه مميزين بتتوقع لهم ان هم يبقوا قريبا جدا في المنتخب الكبير؟ كلهم اغلبيتهم. انت عندك السيرد باك بتاع المقصه اللي هو كابتن فريق المنتخب الاولمبي، مش متذكر اسمه، لعيب من لعيبه يروح طيب حته ثانيه. ازاي حافظ عليهم؟ احنا كان عندنا اكتر من سيناريو اتكرر قبل كده، اجيال كتيره منتخب شباب او منتخب اولمبي بنشوفهم لعيبه كويسه قوي، الجمهور بيبقى فرحان بيهم جدا، شافهم في بطوله افريقيه او عربيه او دوليه، بعد كده خلاص انت بتشوفهم، هتشوفهم بيتنسي الجيل ده، هتشوفهم فين؟ انت وهم صغيرين انت ما بتشوفهمش الا لما في نادي يعطف عليهم ويبقى فيه مدرب عنده وعي. اصل خلي بالك اللعيب حظه حلو لو المدرب عنده رؤيه واكتشفه بدري. عماد متعب لو اي مدرب تاني ما كانش اكتشفه بدري، ما كنتش شفت عماد متعب الا متاخر وعنده 25 سنه و27 سنه لكن هو عشان في مدرب شافه من بدري عنده رؤيه فطلع وكسر باحسن راس حربه في مصر. فانت عندك النظام تحت مقبره ما بتديش فرص للعيبه، لا بغض النظر ما بستثنيش حد، كل البتاع ما فيش. انت عندك اتحاد كوره، انت بتعمل ايه للقطاعات دي؟ انت ما عندكش رؤيه بس الا منتخبات، ما عندكش رؤيه. انت يعني مسابقات الجمهوريه دي ماشي، بتتم مسابقه واحده، ما ينفعش. ده انت المفروض تدور تعمل زي بطوله ابطال افريقيا دي لسن مثلا 20 سنه، ما مش قادر تجمعهم ان تعمل بطوله زي ابطال افريقيا دي،
تعمل بطوله زي بتاعت شمال افريقيا، تختار بقى احسن احسن مثلا يعني المسابقات، تتدخل في الاتحاد الافريقي تعمل المسابقات دي. المفروض يبقى في رؤيه كده، ما يبقاش الموضوع كله انا مستني اللعيب يطلع درجه اولى اشوفه. طب افرض ما طلعش، في مواهب كتير جدا بتبطل كوره عشان ما خدتش فرصه، والقوائم الاعداد اللي فيها مش سامحه، ففي تحت مشاكل كبيره جدا. بغض النظر في بعض الانديه بتعتمد او بتطلع، وفي بعض الانديه لا، هي بتجيب ديليفري، ما بتجيبش المطبوخ. خلي بالك المطبوخ، اللعيب المطبوخ تحت في النادي اللي هو فيه بيبقى عنده انتماء وعنده ولاء وعنده روح وعنده استمراريه في النادي ده، يدي لغايه منتخب مصر، تاثيره على النادي نفسه اللي اتربى فيه اكتر من اللاعب القادم. لكن اللعيب الدليفري ده هو جاي دليفري، والدليفري دايما ما بيشبعش. طيب بعض الناس وهي بتسمع دلوقتي يا كابتن احمد، بالمنطق ده هيقولوا ولاد النادي دايما لما بيطلعوا الفريق الاول بيبقوا كانهم بيلعبوا المنتخب بلدهم، طبعا بيعملوا كل حاجه لناديهم بنفس روح اداء يبقى اي بص لعيب لعب درجه اولى، جات لي لعيب في النادي الاهلي لعب درجه اولى او في اي نادي في مصر لعب درجه اولى وهو من الناشئين وكمل سنتين ثلاثه في الدرجه الاولى، هتلاقيه دايما راح منتخب مصر والدنيا كلها عايزاه. طب ما ده حصل مع نجوم جولنا من خارج النادي الاهلي وكسروا الدنيا. مين؟ بركات ابو تريك وائل جمعه. بص انا بقول لك في حالات، احنا ده اللي بفكر يعني معاك في اللي الناس هتقوله. لكن انت لو انت دلوقتي لازم تبقى معتمد، يعني انت رمضان صبحي ده انت مطالب ان انت تتعاقد معاه، هو جاي عاره. انت لو فقدت رمضان صبحي الفترات اللي السنه الجايه مثلا، انت فقدت ترس كبير جدا في نادي الاهلي، هيحصل لك شك في الاداء. انا بقول لك اتمنى خلاص الصفقه تتم بشكل نهائي. طبعا طبعا ده وده مين ده؟ مين ده؟ ابن من ابناء النادي. فاهمني؟ وخلي بالك انت بتتكلم على بركات، تتكلم دول اصلا انت جايبهم يعني لاعبين منتخب مصر جايين نجوم كتير. طبعا بس يعني ده في نجوميتهم زادت. لكن انت مين كم واحد من ولاد النادي موجود في النادي؟ ده اللي بقى يفرق معاك. لو انت عندك خمسة ستة في قوام الفرقة من ولاد النادي وتجيب ناس من بره هي كلاس ايه، هتلاقي الفرقة راحت في قصة تانية خالص. بتتمنى دايما يبقى في على الأقل 50% من اللي طالعين من جوه النادي من ولاد النادي. نسبة مش صغيرة، مش لازم نسبة معينة، بس نسبة بس مش عدد صغيرة. كافي عدد كافي. هل عنيد جيلك عانى من ده؟ احنا سمعنا عنكم قبل ما تبداوا تلعبوا مع الدرجه الاولى او الفيرست تيم في الاهلي، كنا بنسمع اسماء احمد سامي، هاني العقبي، مجموعه من النجوم. في منهم استمر، في ظهر بقوه مع الاهلي قعد فتره حتى لو انتقل للنادي تاني، وفي ما ظهرش في الفريق الاول. لا زمان كان ما فيش، كان اللعيب بيطلع فوق درجه اولى من اللعيبه الكبيره هو متحنط لغايه ما يطلع من هنا على خلاص يعني يبطل كوره. ما كانش فيه بقى احتراف، وما كانش فيه حته ان تروح لانديه، فكان تحرك اللعيبه كان صعب، كان مفيش تحركات للعيب. لكن دلوقتي انت اي حد عنده فرصه لو عنده 17 سنه 18 سنه يلعب درجه اولى في النادي الاهلي، لان في تحركات كتيره في الـ في الـ في اللعيبه، بيحترف بره يروح نادي تاني يطلعه اعاره، ما فيش كانش عندنا الكلام ده. كان اللعيبه كنا لعيبه جامده جدا، بس ما خدناش فرص الا ضئيله في نادي الاهلي. طيب اتعاملت مع فكره لو بتنصح الناشئين في النادي الاهلي او في اي نادي تاني في فتره تصعيدهم للفيرست تيم، قول لي الحاجات قبل اللي تتمنى قبل تصعيدهم قبل ووقت تصعيدهم لما بيبداوا المنافسه مع النجوم الموجودين في الفريق. لو هو ما عندوش فرصه لازم يطلع اعرف اي فرقه قولا واحدا، لو ما عندوش فرصه ما يقعدش بعيد. لا ما يقعدش، اصل هو القعده، لو انت جايب احسن لعيب في العالم لو قعدته في الثلاجه عقبال ما تفك الثلج اللي عليه هتاخد وقت. فانت لازم يطلع، يعني نظام النادي الاهلي اللي بيعمله حته حتى 99 97 اي سن من 2001 عايز طلعه طلعه عاره من دلوقتي على اساس يبقى جاهز بالنسبه له، يبقى عنده الشخصيه وخد الاجواء، ما ياخدش بقى فتره كبيره. لكن ما استناش لغايه سن 21 سنه 22 سنه النادي الاهلي يقيدني ولا ما يقيدنيش وبعد كده ابقى في الشارع. لا، لازم يبقى اللعيب كمان، اللعيب حتى لو هو ما يبقاش قاعد في نادي الاهلي وملوش لازمه، حتى لو هو مؤثر في قطاع الناشئين. لكن الهدف كله ايه؟ قطاع الناشئين ده كله هدف ان هو يبقى فيه تفريغ للدرجه الاولى. يعني راضي عن تفكير النادي الاهلي في فكره دلوقتي ان اللاعب مش هحتاجه الموسم ده انه يطلع يعرب، استفيد باللاعب اجهزه فنيا واللاعب يستفيد ماديا وفنيا ويرجع اكتر جاهزيه لما يبقى الفريق محتاجه. بالظبط، افضل من ان اللاعب يبقى طاقه معطله كده. طبعا طبعا، اصل هو مش تحت معبد، مش معبد اللعيبه تفضل قاعده معبد لغايه عنده 21 سنه. لا، انا لعيب مميز ونادي عايزني حتى لو درجه ثانيه، ولو عندي 2000 لو حتى مواليد 2001 مواليد 2000 صغير 17 18 سنه عايز يطلع
مفيش مشكله. بتتمنى الانديه تفتح ده اكتر ده هو ده هو ده المفروض مش ده اتمنى ده المفروض الكلام ده من سنه 90. طب ده اجتهاد من الانديه من اداراتها ولا لوائح المفروض تتعدل في مصر؟ كل لا اللوائح في مصر لازم تتعدل والمنتاليتي طريقه التفكير في الكوره. لا عندنا احنا بعاد جدا عن طريقه التفكير لان انت بتبص من منظور انت خايف عايز ترضي ده وعايز ترضي ده وعايز ترضي ده واللي بيحاول يرضي كل الناس بيفشل. فانت لو قلت حد بيقدر يعمل كده لا في ناس كتير قوي بتحاول تعمل بيحاول بس مفيش حد بيقدر يرضي كل الناس بس صحيح. اللي بيفشل دايما بتلاقيه مستمر سبحان الله في الكوره في مصر. فكرة ان النادي الاهلي بقاله سنين من 2008 و2009 بيقول لهم يا جماعة المنظومة كده ليست رابحة، المنظومة كده خسرانة فلوس مش احترافية، دي كده منظومة مكافأة الكاس كام؟ لازم نعمل دوري محترفين. مكافأة الكاس كام؟ لا شيء حاجة لا تذكر. مليون ونص صح؟ مش حوالي مليون ونص؟ ما عنديش الرقم بالظبط بس هو حوالي مليون ونص. حوالي مليون ونص يعني فرقة جايبة لعيب ب 150 مليون جنيه أي فرقة وخدت كاس ايه يعني؟ انت بتشوف الدوري الانجليزي فرقه طالعه من الممتاز به طالعه الممتاز بيدولها فلوس غير طبيعيه. ليه بيدولها فلوس غير طبيعيه؟ عشان يبقى فيه وهو اضاف للدوري الانجليزي ما طلعش فرقه عبء على الدوري ويبقى انا عارف ان انا قاعد كفرقه طالعه لي من تحت عارف ان انا كده كده واخد 3 بونت والفرقه دي نازله. فحته ميزانيات الفرق عشان يدعموا خطوطهم ويجيبوا لعيبه ويعملوا تعاقدات طبعا عشان يضيفوا للبريمير ليج وعشان يبقى فيه كمان الراجل اللي هو بيصرف على الدوري لما يجي يدي الفرقه اللي طالعه الممتاز به برضه تطلع تلاقيه بيديله فلوس قويه لان هو مدعم تدعيم جامد يعني ممكن ياخد مركز. انت بتشوف فرق كبيره جدا في المانيا بتطلع ممتاز به تاخد الدوري. طب على فكره احنا عندنا الاشكاليه دي على مستوى الرياضه في مصر ليه بقى؟ عارف ليه؟ لان الميزانيات الفرق مش شفافه. يعني المفروض الممتاز به ده مش على شرط ان انت طلعت اول المجموعه تطلع الدوري. لا انت المفروض عشان ميزانيتك ايه؟ طلعت اول مجموعه بس ميزانيتك ايه؟ افرض تاني الدوري الممتاز به عنده ميزانيه قويه يقدر يشتري لعيبه. فاهمني؟ وعقودهم موجوده، انت كل الميزانيات مش شايفها. والمشكله دي موجوده في قطاعات تانيه غير كره القدم. النهارده النادي الاهلي عامل فرقه باسكت ما حصلتش الموسم ده تحت قياده الكابتن اشرف توفيق وصرف وعمل وطور الفريق وتعاقد مع عدد من الصفقات ان شاء الله هتخليه افضل فريق الموسم ده باذن الله والنتائج باذن الله تاكد الكلام ده. لكن في النهايه مع حجم الانفاق ده وتطوير الفريق بالشكل ده عشان يبقى لائق بطموحات جماهير الاهلي في النهايه حد يقول هتوصل. لنا المكافئات الماليه ايه بتاع الدوري السوبر ودوري المرتبط وكده؟ لا سيبك يعني انا بتكلم انا بتكلم عموما يعني انت مكافاه الدوري كام؟ لما تيجي توصل تقول لي مكافاه الدوري عشان انت دوري محترفين مكافاه الدوري 60 70 80 مليون جنيه هتلاقي الدنيا بموتين بعض عشان ياخد الدوري هتلاقي في سبونسر غير طبيعي في الدوري قصه كبيره. لكن انا بصرف المصاريف دي كلها وفي الاخر باخد حديده من غير اي مقابل مادي وانا بتحمل تكريم معنوي بس معنوي بس ما فيش مكسب عشان كده النادي الاهلي قال يا جماعه مش معقول امال ايه يصنع عليه؟ امال كل الناس بتقول وحتى المسؤولين في مصر بيقول لك دي صناعه عليه بس احنا بنقول صناعه بس من غير اليات ما فيش ادوات يبقى لازم نغير الامور ماليا واداريا وهيكليا كل حاجه طبعا كل حاجه لازم كل حاجه بس اهم حاجه تبقى كده. لو بقيت كده ومبصتش على حاجه خالص الا سيستم هتبقى ناجح. طب ايه المشاكل اللي شفتها في اتحاد الكوره قبل فتره التغيير اللي حصلت وتكليف اتحاد مؤقت والاعداد لانتخابات جايه؟ ايه الحاجات هو الحاجات كلها موجوده زي ما هي ما تبقاش ما تتكررش تاني هي الحاجات زي ما هي حاجات الناس بتحاول لكن مش من خلال سيستم برضه مش من خلال سيستم. يعني انا نفسي اشوف الدوري منتظم بيحاولوا السنه دي ان في دوري منتظم بس هتلاقي في ماتشات اتاجلت في النص هتلاقي بغض النظر بقى فرقه من افريقيا زي فرقه مثلا على المشكله بتاعت الزمالك لو عادوا الماتش هيبقى في تاجيل دي ظروف استثنائيه بس انا بقول لك يعني مفيش من A to Z سيستم كده مش باصص على فانيلات الوان تيشرتات في موجود في مصر السيستم ده لو موجود انت قول لي. لا في ناس كتير بتقول دايما حسابات التوازنات دي طبعا وارضاء كل الاطراف مؤثره على طيب ما انت عمرك ما هتنجح طالما حتى في تشكيل الاجهزه الفنيه للمنتخب لازم واحد ناحيه يمين وناحيه شمال ناحيه يمين ناحيه شمال كده لازم. طيب ايه رايك في تكليف مدير فني مصري للمرحله دي الكابتن حسام البدري تم الاستقرار على اسمه؟ ايه اللي محتاجه الكابتن حسام من وجهه نظرك علشان يحقق النجاحات المطلوبه او اللي بنتمناه؟ هو العدل بس في اختيارات اللعيبه وما بقاش في لعيب شايفه مستواه قليل وتاخده بغض النظر عن اسمه ايه.
بس. لكن هي حتة المنتخب الوطني لا، هي من زمان المفروض تبقى مصري. النجاحات اللي حققناها كلها مع مصريين؟ لا، والمصريين جامدين في التدريب. انا بقول لك يعني في نسبه، في مجموعه عندنا في مصر لا كويسين في التدريب، ما يقولوش عن الاستقدامات اللي انت بتجيبها. انت بتجيب مدربين مش فيرست كلاس، والتكلفه عاليه جدا. التكلفه عاليه جدا، سبحان الله. ما اعرفش كنا اعلى تكلفه في كاس الامم اللي فاتت. عربيه رخيصه بثمن عربيه غاليه، ما اعرفش ليه ده اللي بيحصل. طيب في ناس بتخاف انه المدير الفني الوطني او المصري ما بيحصلش على نفس القدر من المساحه اللي بتديها الصحافه والاعلام والجمهور والراي العام للمدير الفني الاجنبي. ما بنصبرش عليه، بنهاجمه من اول يوم، بنبدا البرامج تتدخل كتير قوي في شغله، عكس ما بندي فرصه كبيره في بدايات الاجانب. ايه رايك في الكلام؟ لا لا عادي، المفروض المدرب يبقى القنوات دي موجوده في كل العالم وكل النقد يبقى موجود. المفروض الراجل ده بيبقى مركز في شغل معين لانه عنده طريقه شغل معينه، ممكن انا ما ابقاش راضي عنها او ده مش راضي عنه، المهم في الاخر هو بيوصل لي نتيجه معينه، النتيجه دي فشلت او نجحت هو المدرب اللي بيتحاسب. لكن حته النقد ده موجود في كل حته، المفروض يفصل نفسه عن الموضوع ده خالص وما يسمعش لاي حد. يعني حته انت كنت بتشوف الفترات السابقه ناس بتروح المنتخب بباراشوت وبتروح من هنا وناس مكسره الدنيا وما بتروحش، دي كلها عند المدرب المصري انا بقول لك هتنتهي. لكن المدرب الاجنبي سهل تتحكم فيه، سهل تتحكم فيه لو انت اديت له مرتب عالي شويه تتحكم فيه. لو اديت له مرتب عالي مش هو يعني في مدربين بره بتاخد لها مثلا 30 40 الف دولار طول عمرها. يعني تشوف السي في بياخد له 30 40 الف دولار، يجي مصر تلاقيه 150 الف دولار. فطبعا هيقول لك اللي انت بتديله المبلغ ده طبعا الاجنبي يعني اللي تشوفه بقى اللي تقول عليه انت عايز مين، عايز ده حطه ده. طيب هنتكلم كمان عن انه بعض الناس شافت ان كان في لعيبه بتختار للانضمام للمنتخب وهي لمجرد انها محترفه بره مصر، مع انها محترفه في دوريات ضعيفه جدا ومش مؤثره، وفي بديل بيلعب في الدوري المحلي. في كابتن ربيع ياسين اتكلم عن عدد من الاسماء. مين زي مين؟ ناس قالت علي غزال، ناس قالت عمرو ورده، ناس قالت مجموعه من اللاعبين قالوا لا. والدوري اليوناني، الدوري اليوناني مش ضعيف، مش على الدوري بيتكلموا، كانوا على كواليتي بعض المحترفين اللي نفت ان بعض اللاعبين المحليين كانوا حق منهم. حاله اللاعب نفسه ماليش دعوه، معلش الدوري اللي بره. لكن في حاله علي غزال كان الكلام على الدوري الكندي انه مش دوري طبيعي. طبعا ما لا، انا بتكلم على حالته. انت حاولت تجيبه ولعبته ولقيته مش تمام، ما تصممش. اصل حته التصميم، خلي بالك المرونه في التدريب دي حاجه اساسيه، لكن الجمود ده حاجه وحشه في كل حاجه. انا راجل جامد في كل حاجه وانا بسمع كلام نفسي بس، لا، المرونه دي حاجه كويسه جدا في التدريب وحاجه ايجابيه. حته انا مستوى ايه النهارده بغض النظر هو بيلعب فين. افرض علي غزال ده بيلعب في الدوري الكندي بس لعيب جامد قوي اجيبه، لكن انا ما يبقاش بقارن بين اتنين، واحد مستوى كده واحد مستوى كده، بس اللي مستوى تحت ده عشان بيلعب محترف بره يبقى انا اخده. يبقى انا راجل فكري الافق بتاعي ضيق. وده اللي حصل. خلي بالك عندنا مفاهيم كتير جدا في مصر غلط، الناس بتفكر بطريقه فيها جمود لدرجه غير طبيعيه. يعني مع الاراء اللي بتقول ان التقييم او معيار التقييم والاختيار هنا يبقى مستوى اللاعب نفسه، طبعا بصرف النظر هو بيلعب في الدوري المصري ولا في دوري عربي ولا اوروبي. بالظبط، لان في ناس قالت انه لما يبقى عندي محترف زي صلاح او حجازي او تريزيجيه دول مفيش خلاف عليهم فنيا. يعني انت عندك خلاف ان الدوري اليوناني اقوى من الدوري المصري؟ لا. طيب خلاص، لكن ممكن يبقى لاعب في دوري يوناني او اوروبي وما بيلعبش، ودوري اقوى من الدوري اليوناني وما بيلعبش. ما بيلعبش يعني مثلا احنا النني اتاخد، كان الفترات اللي هو بيلعب فيها مع فينجر كان فترات كان بيلعب، فكان يستاهل ان يبقى يجي، اللي بيلعب في احسن دوري في العالم. لكن الفترات اللي هو بعد فينجر ما مشي وما كانش بيلعب خالص، لا انا مخدوش، لانك عندك لعيبه هو دي اللي عملت لك تشك كتير في كاس الامم. يعني انت عندك كان السوليه مكسر الدنيا. النني برضه عمل جدل واشكاليه كبيره قوي، لان في يعني ناس قالت ببساطه يا كابتن احمد يا جماعه انتوا بتنتقدوا لعيب بيلعب في الارسنال ومش عايزينه يبقى في منتخب بلده. ما هو دول الناس دي بتتكلم في معبد. هو في ناس قالت كده معبد. وناس قالت عيب اصلا نتكلم على لعيب بيلعب في نادي في حجم الارسنال. عارف ناس قالت انه ما بيلعبش. المفاهيم في مصر غلط. مش عشان انا معايا تاشيره انجلترا وعايش هناك ابقى انا راجل بفهم اكتر من الراجل اللي قاعد في مصر. ما هي العقده والمفاهيم الغلط اللي في مصر دي هي دي اللي موديناه في داهيه. بكلمك في كل المجالات، مش عشان واحد عايش بره يبقى بيفهم اكتر من مصر ومثقف، لا خالص، موضوع مختلف خالص. يعني نجيب محفوظ خد نوبل وهو بيكتب كتب بالعربي في مصر. فانا قصدي ايه، الموضوع كله بلاش عقده ان انا قاعد بره. يعني بنطبق ده على نفس اللاعب، على محمد النني كحاله
بتقول يا كابتن احمد هنا ان كان وقت كاس الامم حالته الفنيه ومشاركته مع فريقه تؤهله للوجود في المنتخب، لكن في فتره ثانيه ما كانش بيشارك وحالته الفنيه ما تخلوش بتواجد في المنتخب. يعني الفكره هنا ان بتعامل بموضوعيه مع نفس اللاعب بالظبط، مش في كل فتره لازم يبقى بعيد او في كل فتره لازم يبقى جوه المنتخب. كل اللعيبه كده بغض النظر عن اساميهم بقيمهم بشكل دوري، دوري على مشارك ولا لا ومؤثرين ولا لا. في اصل الحاله دايما مش هتبقى ثابته فترات كتير، احنا بني ادمين واحنا يعني انت طريقه تفكيرك النهارده ممكن تبقى ايجابيه جدا وتيجي بعض الوقت تلاقي تفكيرات دخلت مش سلبيه مش موفقه، فده ده ده احنا بشر وهي دي الحياه. لكن ممكن تلاقي النادي الاهلي في ماشي في فترات سابقه كتير ويحصل دروب فتره، مش معناه ان هو لا، في الدنيا كده. كابتن حسام البدري من معرفتك بيه متابعتك لنتائجه مع النادي الاهلي فترات كتير اشتغل فيها او اي فتره اشتغل فيها مع منتخب من المنتخبات الاقل في المراحل العمريه اقل من المنتخب الاول، هل طريقه لعبه اسلوبه الفني رؤيته الفنيه تؤهلنا ان احنا ان شاء الله نحقق اللي احنا عايزينه مع المنتخب؟ معلش أنا تجربه نادي الاهلي، معلش يعني انا تجربه نادي الاهلي لو جبت مدرب حتى صغير في السن زي فايلر اهو، مدرب صغير عنده كل يعني كل اللي يحلم بيه، كل عوامل النجاح لو عنده نوع هيكسر الدنيا. فانت ما تحطليش نادي الاهلي هو مقياس، خلي بالك برضه عشان تبقى فاهم. قصدك هنا ان النادي الاهلي بيساعد المدرب انه ينجح؟ طبعا ده بص بيساعده، يعني المدرب عليه تبقى طريقه تفكيره ايجابيه ويبقى عنده نوع من الابداع، يعني راجل عنده تحركات كتير وبتاع. خلي بالك اللعيب الكلاس ايه ده بتتمرن مع مدربين كتير، لو ما لقاش المدرب ده بيديله حاجه تريحه في الملعب بتريحه في الملعب وتخليه يظهر اكتر يعني مثلا رمضان صبحي لو نوع من التحركات الموفايلر ده بيديها له بتخليه بيستلم في مساح، يقول لك اه ده مريحني جدا في الملعب وبيخليني بستلم في مساح وعندي وقت وعندي مساحه ان انا افكر واباصي. لكن غير ما يجي مدرب يقول حط فورمه في التشكيل بتاع النادي الاهلي، لان تشكيل النادي الاهلي كان هو السنه اللي فاتت فورمه كده ويقول لك اللعيب يتصرف. فاهمني قصدي ايه؟ فالنادي الاهلي بيمثل 75% لنجاح المدرب، والمدرب عليه 25% بس. وعلى كلامك يا كابتن احمد هنا انه اللعيب الكويس او السوبر محتاج مدير فني كفء عشان يقنعه طبعا، عشان يملى دماغه ببساطه كده. عشان تجيب لعيبه غاليه لازم تجيب لها مدرب بيفهم قوي، ما ينفعش تجيب مدرب نص نص هيحصل لك تشوك. مش عشان جايب انا لعيبه، وده بتحصل في بعض الانديه في مصر، يجيب لعيبه يقول لك انا جايب فرقه جامده قوي، بس مين المدرب اللي هيدربهم؟ ما هي دي القصة. أيوة. لأن دلوقتي الكرة في مصر هو عقل الكرة في العالم كله هو مين اللي واقف على الخط بره. طب هرجع تاني للسؤال، لأن اللعيب بيفكر بدماغ المدرب اللي واقف على الخط، هي دي الكرة دلوقتي. لكن لما تلاقي اللعيب بيفكر من دماغه تلاقي تعرف إن مفيش مدرب قاعد بره. طيب هستبعد النادي الأهلي من المعادلة دي، لأنه رأيك بيقول إنه النادي الأهلي بيساعد أي مدرب ويساعد على نجاح أي مدرب بالعوامل الكتيرة اللي بيوفرها له أو عناصر النجاح. تاني هرجع لسؤالي، هل شايف ان اسلوب اداء الكابتن حسام في مشواره والسي في بتاعه كمدير فني ممكن يبقى مرضي لطموحات الجماهير بالنسبه لمنتخب مصر؟ احنا سبورت الكابتن حسام وهنشوف اداؤه الفتره الجايه وهنبان، نقيم بعد ما نبدا نشوف الشغل. مش هنقيم، احنا سبورت وراه، احنا مصلحتنا ان هو ينجح ويرجع المنتخب اللي هو فيه. لكن خلاص الكابتن حسام هو مدرب المنتخب ولسه ما خدش اي تجارب، فاحنا لازم نبقى في ضهره كلنا دلوقتي نبقى داعمين. فمش عايز اخش في الحته دي، مش عايز اتكلم في حاجات فنيه كمان قبل ما الراجل يبدا شغله رسميا في الملعب مع المنتخب او نشوفه في اول مباراه. هل تتمنى ان معدل او متوسط الافريج ايج او متوسط اعمار لاعبينا في المنتخب يقل في الفتره الجايه شويه؟ ليه مالهاش علاقه دي، ده كلام كلام مش مقتنع بقصه خزعبلي. ليه؟ احنا اللي بنصدره بس. انت عندك ما انت عندك منتخب اولمبيا هم صغيرين في السن، لو عايز تستقدم حد ينفع العبره بالقدره مش بسن اللاعب، بالقدره قدرتك انت تبقى موجود في المنتخب هاخدك بغض النظر عن شكلك ايه. لكن حته ان انا اصلا انا انزل الاعمار وقعدوا يضحكوا علينا فتره كده اصل احنا بننزل الاعمار وبتاع الاجري كلام. رايك ايه في اداء احمد فتحي في مباراه السوبر؟ في ناس كتير قالوا انه كان سوبر ستار في المباراه دي وانه بيقول للناس كلها انه الحسابات مش بالسن وان انا قادر ادي بدنيا افضل من ناس كتير قوي اصغر منه في القدره. طبعا احمد فتحي لعيب كبير وخد تجارب كتير وخد يعني كل البطولات هو خدها باجواء صعبه واجواء سهله وبطولات مختلفه،
راجل يعني عندك قيمه كبيره جدا، لو عنده القدره دلوقتي اخده، ما فيش مشكله خالص، ما عنديش مشكله. لكن اصلها مش حكر، اصلها خلاص يعمل سن معاش. يعني مع كابتن احمد سامي، مع فكره التنوع في الملعب، ان الخبرات مهمه، لاعبين الشباب مهم، الفيصل هنا مستوى كل لعيب، قدرة، مش مهم قدره كل لاعب على الاداء، مش مهم سنه كام. طبعا لو كنت مدير فني لمنتخب اولمبي او منتخب اول، وفي لعيب مميز في الدوري المصري عنده 35 او 36 سنه، ممكن يدخل. طبعا طبعا، قولا واحدا يعني. طب ولو بتقارن بينه وبين في نفس المركز مع لعيب اصغر منه شويه، شويه كتير، ما هو بص، انا اللعيب ده انا ممكن يبقى انا مثلا بلعب من غير بلاي ميكر، وتلاقي في بلاي ميكر كتير جدا في بيلعبوا في الدوري المصري وجامدين جدا، بس انا طريقتي ما بعتمدش على البلاي ميكر، بعتمد على محاور وسط الملعب، يعني البوكس تو بوكس، لعيبه يعني زي ثلاثه في نص الملعب كده، فمش معتمد على بلاي ميكر، فانا ممكن ما اخدوش على حسب طريقه كل مدرب، مش شرط ان المدرب اللعيب ده يكون مكسر الدنيا لازم اخده. لو طريقة لعبك كمدير فني بتعتمد على لعيب في مركز معين مهم، وعندك اتنين في المركز ده والاتنين كويسين، بس شايف واحد خبرته اكتر، سنه بالتأكيد مخلي معدل اداؤه البدني اقل شوية، لكنه اداؤه كويس في الملعب، التاني اصغر منه معدلات اللياقه عالية جدا. مثلا انا بقول لك يا سبيل المثال، مع احمد فتحي سنه كبير، انت شايفه سوبر في الملعب، لا شايفه البدني. بيجري اقل من احمد هاني اكتر من اي حد في الملعب. انا بفهمك يعني الموضوع كله، بس انت بقى لو اتنين زي بعض بتشوف عقلية كل واحد ايه من النواحي الجماعية، لو من النواحي الجماعية عقلية الصغير ده، هما الاثنين مستوى واحد، يعني طريقة تفكيره وحتة الجماعية بيشتغلها كويس، الذهنية يعني كويس، احسن من الكبير ده لأخده. لو الكبير ده احسن من النواحي الجماعية ذهنيا، اصل خلي بالك الكرة ذهنيا دلوقتي، تفكير ذكاء اللاعب نفسه، ذكاء اللاعب اخده. يبقى هنا برضو الفيصل اداء، حتى لو بتتكلم مش شغل الانديفيديوال، شغل الجماعي في حته الخبره ومش الخبره دي. انا هي قرارات في الملعب وكل حاجه انا مقتنع بيها تماما، بس برضو هو كواليتي اللاعب وقدرته في الوقت ده وذهنيا هو عامل ايه. ايه رايك في فرق الدوري المصري الموسم ده؟ مين لفت نظرك من بدايه الموسم؟ اتكلمنا عن الاهلي وانطلاقته القويه جدا، مين تاني شايف انه هيبقى مع الاهلي كاطراف اخرى في المنافسه على الدوري هذا الموسم؟ وهل في فرقه او لعيب لفت نظرك في فرق تانية في المباريات القليله اللي فاتت؟ بص، هو الاهلي حطه في بدايه الموسم، حطه في حته تانية، وبعديه انا شايف ان بيراميدز برضو فرقه كويسه جدا، والزمالك حصل له دروب الفتره دي، بس هو طبعا عنده كواليتي لعيبه اللي احنا كنا بنقوله عليه السنه اللي فاتت، كواليتي لعيبه عالي قوي، بس الجماعيه مش موجوده بس. فانا شايف بيراميدز والزمالك هم اقرب يعني، لكن الاهلي لو فضل على المستوى ده لا هيروح في حته بعيده، هيفرق عن المنافسين كتير. طبعا طبعا. طيب. باقي الفرق، هل في اي لاعب من فرق الجديده ظهورها الاول في الدوري شايف اي حاجه تلفت يعني؟ طبعا هو لسه مش باين كل البتاع، انت ما تقدرش تقيم بشكل كبير، بس انت يعني تقدر تقول يعني انا شايف يعني بس السيرد باك الافريقي بتاع بيراميدز كويس جدا، اللي هو من كوت ديفوار، ده لعيب كويس قوي، كان محترف في هولندا. شايف برضو ابراهيم حسن برضو بيراميدز، شايف طارق حامد برضو مميز جدا في الزمالك لما بقاش موجود، بيفرق كتير مع الفريق. فانا شايف الناس دي يعني ادائها ثابت. شوف طارق حامد بقاله قد ايه مثلا من نوعيه اللعيبه، بقى قد ايه في المنتخب ودايما هو موجود. انت بقى كلعيب مفروض تبقى عندك القدره على الاستمراريه، استمراريه في القمه، مش استمراريه في انت بقى موجود كلعيب، كلهم لعيب، بس استمراريه تبقى انت في التوب فورم، محتاجه حاجات كتير جدا بره الملعب. بره الملعب محتاج كتير نواحي ثقافيه، انت تتعامل بتدير صحتك ازاي، ودي اللي مشكله اللي واقع فيها لعيبه، بعض اللعيبه اللي موجوده بتدير مش قادر يحافظ على استمراريه الاداء الكويس. لان انت عندك نعمه من عند ربنا ما دفعتش فيها فلوس، حته الموهبه وجسمك، ما دفعتش فيها. كل واحد عشان تفتح مشروع لازم يبقى عندك راس مال، ربنا مديك الراس مال ده ببلاش، فانت بتدير راس المال ده ازاي؟ بس هي دي القصه. انت هنا بتتكلم عن كل لاعب موهوب تحديدا. بالظبط. لو ما حافظش على نفسه عشان يقدم اعلى مستوى بموهبته. بالظبط، وحاجه جايه لك ببلاش ما دفعتش فيها فلوس، خساره
خساره ان انت تهدرها يعني. تهدرها وبعد كده الندم مش هيفيد. طيب رايك ايه في طريقه استغلال او الاستفاده بقدرات اجايي الجهاز الفني وظفه من بدايه الموسم ما بين انه لاعب وسط مهاجم وراس حربه؟ مين اجايي؟ اجايي في النادي الاهلي بدا كانه هو السترايكر في مباراه اجايي. ده هو طريقه لعب النادي الاهلي. انا اصلا مش عايز اخش فنيا عشان يعني ايه، انا اكلمك كده يعني عام شويه. النادي الاهلي هو بيعتمد اعتماد كلي وجزئي على اجايي دلوقتي في تحركات اللعيبه من النواحي الهجوميه. اجايي لو مش موجود هتبقى في مشكله شويه كبيره. لو في عندك راس حربه محطه مش هتلاقي التحركات اللي في ظهر الباكات، ومش هتلاقي رمضان صبحي بيحط جوان، ومش هتلاقي حسين شحات بيحط جوان بالمنظر اللي انت شايفه ده. اجايي هو محور الاساسي لتحركات الهجوميه في نادي الاهلي. لو جبت واحد ناس تعرف تمسكه هيحصل تشك في اداء نادي الاهلي الجماعي، او واحد يعني بيثبت اوقات كتيره في الملعب في اماكن معينه، مش بيتحرك طول الوقت بالكوره زي اجايي او من غير كوره كمان. لو تبص على ليفربول فيرمينيو هو مش راس حربه محطه، هو دايما تلاقيه نازل وتلاقي صلاح بياخد في ظهره وتلاقي فيرمينيو بياخد في ظهره، فتلاقيهم هم اللي هدافين اكتر من فيرمينيو. نفس القصه في نادي الاهلي. لو اجايي حد تاني غير اجايي مش متحرك زيه ذهنيا كمان ذكي جدا، فبيتعامل عليه التحركات فايرا، بيعمل عليه التحركات اللعيبه حسين الشحات او رمضان صبحي او جيرالدو او نوعيه اللعيبه اللي موجوده. فانت تلاقي يحصل تشك لو جبت راس حربه محطه. فانت عشان كده تيجي تقول لي راس حربه مفيد لنادي الاهلي في بعض الماتشات اللي بره اللي معتمده على ملعب وحش وكور طويله، فعايزين حد بس يخطف. اسلوب نادي الاهلي الاساسي في مراحل متقدمه في الدوري او مراحل متقدمه في البتاع، لا محتاج واحد زي اجي زي صلاح محسن بس يتطور. فرويد اللي عنده كوره، اللي بيعرف، اللي عنده مهارات كرة. اللي بيعرف يتحرك بالكوره كويس، اللي بيلعب في كذا مركز. يعني انت محتاج راس حربه زي اجي، ممكن يلعب تحت راس الحرب، ممكن يلعب طرف، ممكن يلعب يعني صلاح محسن ممكن يلعب اللي طرف. بيقدر يلعب لاعب وسط مهاجم او فرويد بالظبط. دي اللي النادي الاهلي بيعتمد على النواحي التكتيكيه بالمنظر ده فايلر يعني، عشان كده بتشوف الاداء القوي قوي بتاع النادي الاهلي. لكن انت لو جبت راس حربه بلوكا لا هتلاقي تشك في اداء نادي الاهلي الجماعي. وبكره تشوف يعني لو حصل وفي راسات حربه من النادي الاهلي لعبت في ماتشات مهمه يعني كم حطه، هتلاقي في مشكله في الاداء الجماعي وتحركات اللعيبه الهجوميه. عشان النادي الاهلي اصبح طريقته بتعتمد على الدور ده كمان لراس الحربه. بيلعب مع خط الوسط المهاجم طول الوقت بالظبط، يفضلهم مكانه بالظبط. لازم هتلاقي رمضان صبحي دايما داخل لجوه. كان رمضان صبحي زي السنه اللي فاتت تلاقيه واقف في الخط وكل كوره بيستلمها في رجله صح الاول. دلوقتي في العالم كله بيدور على ايه؟ المساحه. فتلاقي رمضان صبحي دلوقتي اللي مميزه ايه ومخليه فارق جدا، حسين الشحات فارق جدا، ان هو دايما بيستلم في المساحه وهو بيجري. فمحدش بيعرف، بيبقى سابق الراجل بذهنه وبتفكيره وبالوقت والمساحه. بيبقى عنده القدره، هو لعيب كواليتي كلاس ايه، فخلاص كل الامور متاحه ان هو يبدع، هو اللي عنده المبادره. لكن انا تلاقي رمضان صبحي وحسين الشحات السنه اللي فاتت واقفين كل واحد على خط، فيش تحركات جماعيه، ومقفول عليهم بالديفنس، واول حاجه يستلمها في رجله بيدور ان انا اعدي منه واحد ضد واحد بس، كان اداء النادي الاهلي. لكن السنه دي الموضوع مختلف، تلاقي اللعيبه دي تروح في قصه تانية خالص، يوصلوا منها الجون، تحركات بتوصل للجون على طول. فعشان كده بدانا نشوف معدلات. خلي بالك السنه من ناحيه تكتيكيه يعني 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 بعرف قوي. فانا مش عايز اوضح لك النادي الاهلي بيشتغل ازاي، ده عشان الناس ما تعرفش ده فتتعامل معاه بالظبط، خايف على النادي الاهلي يعني. لا مش انا بكلمك يعني عموما انا دايما ما يعني، لا انا قصدي متحرك تتكلم عشان ده شغل الجهاز الفني. انا يعني فاهم قصدك يا كابتن احمد. لا لكن لو لقيت اجي يعني في وقت من الاوقات مانويل جوزيه طلع قال لي لو مسكت شيكابالا الزمالك شكرا صح، مش قال كده، فانا مش عايز اقول الكلام ده. كان مقتنع انه شيكابالا مع المجموعه الموجود انه لو تراقب شيكابالا خلاص بيوقف خطوره خط هجوم، لان في دايما كل مدربين من ناحية التكتيكيه عندها لازم يبقى في فتحه للمفتاح. فاجايي فتحه للمفتاح عشان تفتح وتخش. انا بس بشبهها لك عشان الناس تفهم، لازم يبقى في فتحه عشان تحط مفتاح عشان تفتح تشوف الدنيا. ده هيخلي كل الفرقه بعد كده تركز على اجايي في الماتشات الجايه، هتعمل لنا مشاكل يا كابتن احمد. طيب خلينا نتكلم شويه عن
متابعتك للدوريات الأوروبية آخر جزء من الحوار ده، خلينا نشوف الموسم ده شايف الدوري الإنجليزي إزاي؟ هل سيناريو الموسم اللي فات هيتكرر منافسة بين مان سيتي وليفربول، ولا شايف ليفربول مختلف بقى السنة دي؟ ليفربول عنده مشكلة دلوقتي، عنده أداؤه مش زي السنة اللي فاتت خالص، أداؤه فيه مشكلة كبيرة من ناحية التكتيكية. عندك اللعيبة زي ما تقول تحركاتهم ما بقاش في جديد، ففي تشك في الاداء الهجومي شويه. كانديفيدوال في تحركات كويسه جدا، بس مش مستوى الاداء بتاع السنه اللي فاتت. ليه دايما بيعرفوا يكسبوا، بس ده على المستوى البعيد. يعني اداء مان سيتي قوي جدا، يعني شوف ان هم مغلوبين 2-0 من ويلفرهامبتون ومضيعين فرص كتير جدا، بس ادائهم انت مستمتع ومغلوبين وانت قاعد مستمتع بيهم. نادي في ليفربول انت مش مستمتع بالاداء بس بيعرفوا يكسبوا. ده على اللونج ممكن يحصل تشوك في اداء ليفربول ويحصل زي السنه اللي فاتت ان يبدا يقرب منه تاني مان سيتي يعوض الفرق ده. بالظبط شايف السيناريو ده ممكن يتكرر، ممكن يتكرر لو مستوى الاداء بتاع اللعيبه كتوتال ما تحسنش في ليفربول. شفت جولات الشامبيونز ليج او دوري اوروبا اللي فاتت تابعتها؟ أغلبية. مين الفرق اللي ممكن تبقى السنه دي بتنافس على البطوله، تبقى في المربع الذهبي؟ مين الفرق الاقرب للفاينل؟ شايف فرقه هولندا اياكس شغاله كويس جدا، وتحس ان هو في لعيبه باعوها كتير بس نفس الروح موجوده. وفي نفس الوقت برضو الفرق اللي هي طبعا توتنهام باص. ايه اللي حصل في ماتش بايرن ميونخ؟ يعني انت بايرن ميونخ تشوف الماتش ايكوال، ماتش ايكوال لغايه الشوط الثاني، لغايه بعد ربع ساعه من الشوط الثاني. لعيب بتاع منتخب المانيا ده مش متذكر اسمه اللي هو جاب 4 جوان، استغل كور مرتده ويروح جون، فدي عملت هزه في الفرقه كبيره جدا، النتيجه كبيره. وسبحان الله انت الماتش مجريات سير الماتش ما تدلش على السبعه، بس دي عملت لهم هزه كبيره جدا وثقه في اداء اللعيبه، والمدير الفني بقى عليه ضغوط كبيره جدا. عشان كده اخر جوله في الدوري هو اتغلب برضه من فرقه صغيره، واتغلب بحوالي 3-0. فانا شايف ان عشان يرجعوا تاني زي ما كانوا هياخدوا وقت، لكن انا طبعا في ليفربول، في يوفنتوس، في انتر ميلان. يوفنتوس برضه دعم صفوفه بعدد من اللعيبه، دعم صفوفه بساكي، معلش احترامي لحضرتك، هو دعم صفوفه بالمدرب المدير الفني. ما هو في بيبقى عندك لعيبه كويسه جدا مش محتاجه دعم صفوفه، وتدعم صفوفك بمدرب كويس. شايف انه هيعمل فرق مع الفريق طبعا عن هو لعيب اصلا، هو اصلا ساكي هي نكهه ايطاليه، بس هي غريبه على النواحي الايطاليه ان هو لعيب مدرب هجومي بطريقه غير طبيعيه. فانت الايطالي دايما دفاعي، انت يعني الاسلوب التكتيك بتاع يعني طريقه تفكير ايطاليا اللي احنا عارفينها هي الطرق الدفاعيه، تكتيك الدفاع، وده مش سهل خلي بالك يعني. لكن ده يعني عم طفره شويه ان هو بيلعب بطرق هجوميه كتير وعنده تشكيلات كتير وعنده كلام. احنا بنتكلم عن ساري المدير الفني السابق لتشيلسي. ساري فعنده حاجات كتير جدا ممكن السنه دي، ولسه هو يعمل فرق، لسه كسبان انتر ميلان في الدوري. قبل ساري كان الناس شايفه انه بعد كريستيانو رونالدو وبعد الموسم ده بدايته، اللعيبه اللي انضمت للفريق دي ليخت ومجموعه اللعيبه اللي راحت انه يوفنتوس. دي ليخت خلي بالك، خلينا نفهمك الحاجه، دي ليخت مش فان دايك، مش تبقى فاهم، بس دي ليخت قدامه فتره كبيره شويه عقبال ما يبقى زي فان دايك. ليخت خبرته قليله وعنده نواقص كتير جدا. هي ما يعملش فرق كبير. لا في لعيب في انتر في يوفنتوس جاله صليبي، وهو مشهور، هو كابتن الفرقه. ده عامل مشكله لان برضه دي ليخت مش سادد المكان. لسه بنتكلم على كليني. كليني طبعا لعيب. طبعا انا بقول لك مدافع من المدافعين اللي ما هو ده عامل مشكله، ما يتكررش. لا لا كليني موجود، ودي ليخت احتياطي بياخد خبرات منه وبياخد بالوقت، لكن هو دلوقتي راح نادي كبير جدا وبينافس على كل البطولات. انا شايف ان هو عنده مشاكل شويه، مشاكل دفاعيه شويه. تتغير للاحسن مع الخبره طبعا. هو بروميسنج يعني، لعيب واعد يعني. يعني لو بتتمنى الفاينل اللي بتتمناه للتشامبيونز ليج الموسم ده يكون مين؟ انا في الحته دي انا عنصري، انا عايز محمد صلاح ياخد برضه ليفربول. طبعا في الحاجات دي يا ابني بلدي على طول.
بغض النظر بقى، مش هتفلسف يعني. جميل. كابتن احمد اخيرا، تجارب سابقه في التدريب، ايه المتوقع الفتره الجايه؟ بنتمنى نشوفك في تجربه موفقه ومميزه في الفتره الجايه. هل في مفاوضات، في اخبار؟ فين احمد سامي من عالم التدريب الفتره دي؟ بص، هو يعني طبعا مش هقول لك كلام، هو بتيجي حاجات بس مش مناسبه. انا عايز يعني نفسي ابقى لما تقول لي نفسي ابقى ايه، نفسي يبقى في نادي امكانياته شويه من ناحيه منتاليتي، طريقه تفكير، وكلاعيبه عناصر بس، عشان يعني بالتالي عنده حد ادنى من الامكانيات الماديه اللي تقدر توفر لك بعض الصفقات اللي هتحتاجها كمان. بالظبط. بالظبط. غير كده بتعتذر لو مش العرض بتشوف انه مش هيحقق. ما خلي بالك مش هنقعد من غير شغل، بس يعني يعني بحاول ادور على كده. بتدور على عرض في المواصفات دي اللي تقدر تعمل بيها شغل كمدير فني. احنا كمدربين انا ممكن اشتغل بكل الامكانيات، امكانيات ضعيفه، وانا اشتغلت مع النجوم السنه اللي فاتت والحمد لله عملنا اداء مبهر يعني. بس طبعا انت لما عندك طموح، انت متربي على حته ان انت توصل لابعد حدود والكلام ده، طبعا انت بتصدم. طبعا انت بتبقى فيه لا يعني مثلا انت بتمسك نادي هو عايز يقعد بس في الدوري الممتاز، فانا نفسي يبقى مراكز متقدمه شويه. بس موفق ان شاء الله، وتبقى تجربتك الجايه افضل وتضيف لمشوارك كمدير فني. الله يخليك. اشكرك كابتن احمد سامي، نجم النادي الاهلي سابقا، ونورتنا النهارده على شاشه قناه الاهلي ومن خلال الاهلي الليله. بشكر مشاهدينا، بشكر الكابتن احمد سامي ضيفنا النهارده في الاهلي الليله، وبشكر حضراتكم على المتابعه. نهايه هذه الحلقه، شكرا لحضراتكم، الى اللقاء.